مساء الخير يا ناس الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كواليس. هذا البرنامج اللي عم تتابعوه على قناة الشروق تي في كل يوم على الساعة 4، واللي بنرصد لكم فيه كواليس تصوير أهم الأعمال الرمضانية أكيد اللي عم تتابعوها على الشروق تي في. بموسم رمضان المبارك في ناس بتفضل تشوف الكوميديا وفي ناس بتفضل تشوف الدراما. أكيد الشروق تي في جمعت لكم بين الدراما والكوميديا وبرامج منوعة من مختلف المجالات لإرضائكم جمهورنا العزيز. في حلقة اليوم رح نبدأ مع الكوميديا وعمل من أهم أعمال الكوميديا لهذا العام واللي هو البطحة. البطحة من بطولة مجموعة من النجوم الفنانين الجزائريين، أكيد على رأسهم الثنائي اللي لطالما كانوا موجودين بشهر رمضان المبارك واللي متعودين عليهم بدقيوس مخيوس. عم نحكي أكيد عن نبيل عسلي ونسيم حدوش، ومعهم أكيد مجموعة من النجوم الجزائريين منهم عايدة عبابسة، عادل الشيخ، ياسمين عبد المؤمن وغيرهم الكثير. زميلتنا هلا عيساني زارت موقع التصوير وأكيد جابت لنا كواليس ولقاءات مع نجوم هذا العمل. رح نبدأ حلقتنا اليوم بلقاء مع النجم المحبوب نبيل عسلي، تابعوا معنا. يا يما سابا نبيلك ملاح؟ سابا الحمد لله، مرحبا بكم. الحمد لله، الله يسلمك نبيل، والعودة للكوميديا بقوة إن شاء الله. إن شاء الله لا، هنا رانا نديرو في تجربة جديدة، تجربة البطحة. سي اون سيري اللي مختلفة على ابخي واش كنا نديرو من قبل بارابور مثلا لدقيوس، اللي كنا كل حلقة كان عندها ان سوجي تاعها يعني مستقلة. لا سي اوني دون لا كونتينيتي، يعني كان بداية حتى الحلقة الأخيرة، حلقة 20، اللي راح اعتمدنا على ستيل واحد آخر في الكتابة، مبني على ترابط الأحداث، ترابط الشخصيات، كثير من الشخصيات اما ثانويه ولا اساسيه، ولكن كامل الشخصيات يحركوا يساهموا في تحريك القصه هذه بطريقه بيان سور كوميديا avec beaucoup de subtilité beaucoup d'humour sans jugement sans morale surtout mais là on est juste en train de raconter l'histoire تاع هاد الناس الشخص تاع البطحه. واش في حاجه مليحه في التخطيط؟ يعرف يخطط وعنده الضربه تاعو مسمومين. هذا وقال لك الله يجعل الرباب اللي فيك. شو قالوا صدر عليك؟ صدر عليك الله. ماما ماشي. واجتمعت انت ونسيم؟ عدنا اجتمعنا مع نسيم ومع محمد بن داود ثانيك، كتبنا شاركنا في ثلاثه في كتابه السيناريو. دونك تلاقينا ولا راه كيف رانا في ثلاثه في الكاستيك تاع لا سيري، بيان سور مع مجموعه كبيره من الفنانين كبار اللي راح تكتشفهم في لا سيري هذه ان شاء الله يا ربي. نبيل توجور عنده عبارات هكا في كل حاجه يخدمها، وشنو هي الحاجه تاع البطحه السبيسيال تاع البطحه؟ بونسي وحنا دهب ماشي كونسي شايف. يلا نشوقكم الحلقات الجايه ان شاء الله. يا روحي للدار يا اسمك سيبو. لمحبين الدراما اكيد نصيب كثير كبير على قناه الشروق تي في، ومن اهم الاعمال واللي متوقعه لنجاح كبير هذا العام عمل 11/11. هذا العمل بيدور حول جريمه قتل صارت يوم 11 من شهر نوفمبر. من ابطال العمل اكيد يوسف سحيري، عزيز بكروني، مليكه بالباي، محمد فري مهدي وعدد من النجوم الجزائريين، ومعهم الفنانه اكيد هيفاء رحيم. هيفاء رحيم خريجه الحان وشباب بطبعته السابعه، ومنها راحت إلى عالم السينما، ومن السينما راحت إلى الدراما ودورها اللي كان مميز جداً بأولاد الحلال. نروح نشوف زميلنا محمد موفق اللي تلقاها، شو أهم تصريحاتها كانت له؟ نسلطوا فيها الضوء على كواليس لي برودكسيون لا حجوز في رمضان. اليوم رانا متواجدين في 11/11، سي اون اكسبيريونس جديدة ليك، حبينا نعرفوا شوية الكواليس. كواليس رائعه، اون توكال تورناج راه مليح، راه كما تقولوا هنا في اجي تقولوا هايل. تكتشفوني ان شاء الله في رمضان في شخصيه جديده، حوريه، شخصيه غادي تكون جديده ومختلفه على شو لعبت قبل، ان شاء الله تعجبكم. حبينا شويه تفاصيل هيفا على الدور تاعك، ممكن على لي بيرسوناج اللي قابلتيهم في 11/11. كل واحد جوستمون لي بيرسوناج لام كاينين في 11/11، كل واحد وشخصيته، هذه هي الحاجه المليحه، كل واحد يتميز بشخصيه تاع غادي نكتشفوا بزاف هذا العام، بزاف ممثلين في ادوار مركبه ورائعه جدا. حوريه فيها جزء من هيفاء رحيم؟ با دي تو نو. نعرفوا الكواليس عندها طعم اخر، والمشاهد هذا واش يحب كاش دي زانيكتوت صراو لكم في لي كوليس؟ ممكن احكي لي على لي ريبيتيسيون اي تو سيرتو انت كيف دور البطوله هيفا؟
بطوله جماعيه بيان سور. بون كيما في لي كوليس كاع يصروا شويه ضحك شويه بيان سور، بزاف الضحك ماشي انا انسانه نبغي نضحك بزاف ما تبانش عليا بزاف في لي ريزو مي نضحك. اي كاين شي صوالح اونفا كي نكونوا نقولوا في لي ريبليك نغلطوا. اي دي فوا انا نشد هذوك الصوالح ونشدهم لي كاميرات تاعي نضحكوا بهم، نشدهم بزاف نشدهم ابخي تخي لونتون نشدهم لهم. دونك سا مفي دي جولي سوفنير. هيفا نشوف انا من لي زانترفيو اللي نديرهم توجور نسقسي الفنانين على الفنانات اللي راهم من الجيل هدايا من الجيل الحالي اللي راهم يدعوا بصمتهم، ما كانش فنان الا ما يقوليش هيفا رحيم على لو جو تاعها على التربيه والاخلاق كذلك وسيرتو لو جو بازيولي على لو جو حسن كشاس عبد النور اسماء كبيره في الوسط الفني. هيفا اليوم احنا نشوفوا انه راك في تطور دائم كل خطره وسيرتو في المجال الفني، كانت لاباريسيون تاعك في لي ديبي بعد تمتم ماركتي، وكيفاش قدرتي تلحقي لهذا نقدروا المكانه اليوم اللي راكي ترسميها في الشاشه الجزائريه؟ هي اولا نشكر الناس اللي تشهد لي ب حشمت، المهم نشكركم جميعا و سام في فريمون بليزير سورتو شهاده من يكونوا من عند فنانين كبار و سام توش فريمون. انا نقول باللي الخدمه المثابره الانضباط هو الصح. الانسان كونت يبرون لو رول يدي الدور بجديه فريمون ويحط شخصيته دو كوتي ويولي يلعب الشخصيه المطلوبه تبان لي ماشي تبان لي سي سيغ كو المشاهد غادي يقتنع. هيفا دوك المشاهد اكيد راه يشوف فينا ورانا في شهر رمضان 11 كما قلنا من بين لي برودكسيون اللي راهم دايرين حاله، واش تقولي للمشاهدين؟ نقول لكم صحه رمضانكم كل عام وانتم بخير بيان سور، اي ان شاء الله يعجبكم الدور تاعي هذا العام ونبغيكم جميعا وشكرا على التشجيع والحب تاعكم. وانا نقول لكم تبعوني اكيد مع فنان اخر وبرنامج اخر ولا مسلسل اخر توجور في باك ستيج. شكرا. نبقى بجو الدراما اكيد وبنروح الى عمل اخر من الاعمال الدراميه واللي يعتبر من اضخم الانتاجات هذا العام، الاختيار الاول واللي فيها اكثر من 60 فنان مشارك. زميلتنا نيفين حرمات كانت موجودة بموقع التصوير وجابت لنا كواليس ولقاءات مع الفنانين، واليوم رح نشوف لقاء مع الفنانة حليمة إلما، تابعوا معنا. على دورك في هذا المشروع الجديد اللي انضميتي له. الوغ الدور تاعي واش نقدر نقول لك عليه؟ مرأة كيما تقدر تحبها كيما تقدر تكرهها وبالك تكرهها أكثر ما تحبها. سيت ان بيرسوناج اللي يبين فئة من المجتمع، كل حاجة تبان في أحوال الناس كاينة في الصح. دونك سيت اون فام كي ام بوكو لارجون، ما فهمتش علاش عطوني دائما هذا الدور. elle aime beaucoup l'argent, elle aime beaucoup le hatta ou les affaires ou et oui ils connaissent les affaires trop bien voilà. الدور تاعك سي ليندا، واسكو تشوفي ليندا تشبه لك ولا لا لا ولا باسكو يعطوك دائما مراه كيما قلتي عندها دراهم تو باسكو بالك يشوفوها تشبه الحليمة؟ با دو تو ما تشبهليش ودوك نعاقبك على هذا السؤال. نو نو ما تشبهليش دون سونس وين بالك كاين لو رول هذايا هاد لو بيرسوناج إل إكزيست مي مش شرط انه ماشي مليح. طول موند ا دي كومبلكس طول موند ليندا كيما درت لها انا سون ايستوار دان ما تيت سي اون بيرسون كي سوفر سي اون بيرسون كي ا اون انفانس ديفيسيل كي ا اون بابا ابسون فهمتيني دونك مي بون انا سي با ان بيرسوناج كي مي ريسومبل هوروزمون ماذا بيا يعطيني دي بيرسوناج بعاد عليا بزاف. هل نقدروا نقولوا انه دور ليندا مختلف على واش قدمت حليمه من قبل؟ ولا غير وي نورمالمون وي بصح نشوف باللي شويه شبه دون لو كاركتير كاينه حاجه كاين اوجه تشابه مع الدور اللي لعبته في يما. حليمه وين تلقى راحتها في التمثيل ولا في الغناء؟ نلقى راحتي في التمثيل ونلقى راحتي في الغناء في زوج. هل راح يجي نهار ونشوفوا حليمه تبتعد عن التمثيل او الغناء وتروح تعاود تولي للدومين تاعها جراحه الاسنان؟
راني ديجا عاودت وليت لجراحه الاسنان وماشي هذه هي الحاجه اللي تقدر تبعدني على لو دومين ارتستيك. ني الدومين ارتستيك راح يبعدني على الدومين بروفيسيونيل تاعي. راكي في المشروع هذا الجديد احكي لنا عليه، خاصه العمل مع رضا. نعرفوه رضا بلي شويه مقلقيته، احكي لنا العمل معاه كيفاش. صامت قبيح واعر سيريو بزاف ما نديروش صامت واعر. شوفي بكل صراحه انا نعرف ندير الفرق ما بين الفنان ولا اي انسان يعني يكون عنده شغف يخدم بلا باسيون. وواحد ديجا رضا اللي تري سيريو يحب الحاجه تكون بيرفكت بيرفكت. يا با كسا تحس باللي لي باسيوني لي في با بور فير. Et c'est la première fois que je travaille avec lui, inchallah ça va pas être la dernière fois. C'est quelqu'un qui aime son travail et je pense que c'est le plus important. Ou qui قلتي مقلق وكاعنا بالعكس كي يكون le réalisateur مثلا ولا le producteur ولا مقلق il est dans la perfection non عاود دير. C'est là où je me sens encore plus confiante ou نعرف باللي le produit ما عندوش كيفاش راح يكون ماشي مليح. وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من كواليس. بحب لكم صحة فطوركم، تهلاو في رواحكم، نتلقاو أكيد في عدد قادمة. إلى اللقاء.